آباء وأمهات تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. لمساعدتكم في المراجعة لأبنائكم، هذا نموذج الاختبار في الفصل الثاني في مادة في التربية العلمية. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. الماء ضروري لحياة الإنسان، يحتاجه في استعمالات يومية كثيرة. الماء ضروري لحياة الإنسان، يحتاجه في استعمالات يومية كثيرة، مثلا السقي، الشرب، سقي النبات، الشرب كذلك. إذا العبارة صحيحة. يخلف الإنسان نفايات كثيرة حين يستهلك مواد مختلفة. حين يستهلك الإنسان مواد مختلفة يترك وراءه نفايات كثيرة، صحيح. النفايات المتراكمة خطر على الإنسان والمحيط. نفايات تشكل خطر على صحة الإنسان والمحيط، صحيح. يحتاج النبات الأخضر لينمو للضوء، لكي ينمو النبات نموا جيدا يحتاج إلى الضوء، صحيح. كذلك يحتاج إلى الماء. نتخلص من النفايات أين نشأ ومتى نشأ، لأنها لا تمثل خطرا على صحتنا. لأن لكي نتخلص من النفايات نتركها أين نشأ ومتى نشأ خطأ، بل يجب أن نفرزها ونضعها في حاويات وفي الأوقات المحددة. نتركها أين نشأ ومتى نشأ خطأ. كذلك هنا، لأنها لا تمثل خطرا على صحتنا، كذلك عبارة ثانية خطأ، لأنها تشكل فعلا خطر على صحتنا. إن العبارتان خاطئتان. الماء ضروري لحياة الإنسان، يحتاجه في استعمالات يومية كثيرة. يخلف الإنسان نفايات كثيرة حين يستهلك مواد مختلفة، صحيح كذلك. النفايات المتراكمة تشكل خطرا على الإنسان والمحيط. يحتاج النبات الأخضر لكي ينمو للضوء. ونتخلص من النفايات بفرزها ووضعها في حاويات، وليس أن نتركها أين نشاء ومتى نشاء. تمرين ثاني، أكمل الفراغ. يحتاج النبات الأخضر لنموه إلى عنصران، يحتاجهم النبات لكي ينمو هما إلى الماء والضوء. إذا لكي ينمو النبات يحتاج إلى الماء والضوء. في غياب الضوء، إذا لم يتوفر الضوء، تصفق النبات وتدبو ثم تتساقط. من هي الأشياء التي تدبو ثم تتساقط؟ هي الأوراق. إذا تصفق أوراق النبات، تصفق الأوراق تدبو ثم تتساقط في غياب الضوء. إذا لم يتوفر الضوء تصفق أوراقه وتدبو ثم تتساقط. التمرين الثالث، اذكر المراحل التي تميز تكاثر النبات ذات الأزهار. إذا يوجد لكي تكاثر النبات ذات الأزهار يوجد أربع مراحل نذكرها. أولا، تشكل البراعم الزهرية. تشكل المرحلة الأولى هي تشكل البراعم الزهرية، ثم بعدها بعدما تتشكل البراعم تتفتح هذه البراعم. إذا تفتح البراعم وظهور الأزهار، تفتح البراعم وظهور الأزهار. إذا تتشكل البراعم، ثم هذه البراعم تتفتح وتظهر الأزهار. ثم ماذا يحدث للأزهار؟ نضج الأزهار. نضج الأزهار وتحولها إلى ثمار. هذه الأزهار تتحول إلى ثمار، ثم ماذا يتشكل داخل الثمار؟ تتشكل البذور. إذا تشكل البذور
داخلة التيمة. إذا المرحلة الأولى تتشكل البراعم الزهرية، ثم تتفتح هذه البراعم وتظهر الأزهار، ثم تنضج الأزهار وتتحول إلى التيمار، وتتشكل التيمار تتشكل البذور داخل التيمار، تتشكل البذور داخل التيمار. 4 مراحل التي تميز تكاثر نباتات الأزهار. التمرين الرابع، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة: عداد، اليومية، توزيعي، أنابيب، صمامات. يصلنا الماء والشراب عبر شبكة المتكونة من خزان وتوصيلات مختلفة، ويقيس كمية الماء المستهلك ولتنظيم توزيع الماء. نحتاج ماء الحنفية في استخدامات الكثيرة. إذا يصلنا الماء والشراب عبر شبكة التوزيعي. وشبكة التوزيع المتكونة، شبكة التوزيع تتكون من ماذا؟ تتكون من خزان، وكذلك تتكون من خزان وأنابيب. أنابيب وتوصيلات مختلفة. يقيس كمية الماء، بماذا نقيس كمية الماء؟ بعداد وعداد. إذا يصلنا الماء الشراب عبر شبكة التوزيع المتكونة من، تتكون شبكة التوزيع من خزان، من أنابيب وتوصيلات مختلفة، وكذلك عداد يقيس كمية الماء المستهلك، وكذلك تتكون من لتنظيم توزيع الماء صمامات. لتنظيم توزيع الماء كلها مكونات شبكة التوزيع. يصلنا الماء الشراب عبر شبكة التوزيع المتكونة من خزان وأنابيب وتوصيلات مختلفة، وعداد يقيس كمية الماء المستهلك، وصمامات لتنظيم توزيع الماء. نحتاج ماء الحنفية في استخدامات اليومية الكثيرة. أنابيب. نحتاج ماء الحنفية في استخدامات اليومية الكثيرة. التمرين الخامس، اختر الإجابة الصحيحة للتخلص من النفايات المنزلية. ماذا أفعل؟ هل أرميها في الشارع؟ أضعها في كيس القمامة وفي الحاوية المخصصة لها؟ أم أحرقها في فناء المنزل؟ الإجابة الصحيحة هي أضعها في كيس القمامة وفي الحاوية المخصصة لها. للتخلص من النفايات المنزلية أضعها في كيس القمامة وفي الحاوية المخصصة لها. إذا للتخلص من النفايات لا أرميها في الشارع ولا أحرقها، بل أضعها في كيس القمامة وفي الحاوية المخصصة لها. لا تنسوا الضغط على الإعجاب للفيديو. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.